طيب في الايميل ما تنساش في الايميل ان لما يقول لك من فوق كده دور يعني في الوثيقه في الوثيقه من فوق لو الوثيقه جت ايميل دور يبقى هنا معناها من يبقى ده معناها ان ده الراسل واه معناها الى يبقى ده المرسل اليه واذا كان في كلام كتير كده وفي الاخر في توقيع مثلا توم كوزان ابن عمك فلان سامي مثلا يبقى هنا نعرف ان سامي هو ابن عم اللي بيكلمه ممكن تقعد تدور في الوثيقه كده ما تلاقيش اي صله قرابه بينهم ويقول ان هم اصحاب لا في الاخر بيقول له توم كوزان ابن عمك فلان يبقى لازم تركز في الايميل تركز في مين والى وتركز كمان في التوقيع اللي من تحت كويس عشان ده يبقى اطراف الوثيقه بمعنى يعني بشكل عام اطراف الوثيقه الارقام تركز فيها كويس اول جمله واخر جمله الحاجات دي تبقى مهمه جدا 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 خلاص